لازم يكون الأمر وفق الأنظمة وبشكل واضح ودقيق، ومش لكل من هب ودب على هاي الوظيفة، لأن الأمر استفحل وباب ضرره على الكثير منا. سلام. اللايف كوتشنج، الموضوع اللي كتر اللغط عليه بالآونة الأخيرة من قبل عدد كبير من المختصين وغير المختصين وحتى من قبل الناس العادية، والكتير حكى عن مدى مصداقية هاي الوظيفة أو إنها مجرد وهم بيعطيه المدرب للمتدربين فقط، مع إنه وبكل بساطة اللايف كوتشنج هو تعبير عن أسلوب بتم اتباعه مع عدد من الأشخاص اللي بصعب عليهم تحديد أهدافهم بالحياة والتخطيط لمستقبلهم بشكل صحيح. فالمدرب بيعمل على مساعدة هدول الناس في التعرف على مصادر القوة عندهم وكيف يستغلوها في التخطيط واختيار الأهداف المستقبلية بشكل صحيح، وممكن يساعدهم المدرب في إنهم يتعرفوا على أنفسهم وعلى تفاصيلها بشكل أدق ليتمكنوا من وضع رؤية جيدة لحياتهم. فمثلاً بيدعم الأشخاص فاقدي الشغف في العمل أو اللي ما بيعرفوا المجال اللي بيتناسب مع شغفهم ومع مواهبهم، وبالتالي ترتيب الأهداف والأفكار اللي بتساعد في مختلف مراحل حياتهم المستقبلية. وهذا هو الدور الرئيسي اللي بيتبعه المدرب، هذا نظرياً طبعاً، لكن على أرض الواقع الموضوع بيختلف شوي بين مؤيد وبين معارض لهاي الوظيفة. أما بالنسبة للمعارضين واللي بيشوفوا فيها إهدار للوقت والمال فقط، فبيوصفوا الكوتشرز من المدربين والمدربات إنهم بيسعوا لبرمجة أفكار الأفراد وفق وعي معين بغلب عليه وعي المدرب نفسه حسب تجاربه في حياته، وكأنه بيسوق لوعيه هو وبيسعى لإيجاد نسخ مثله، وبيفترض إنهم مروا بمثل ظروفه. وهون بيكمن الخطأ الكبير والجسيم، لأن مجموعة المدربين اللي كتير منهم حصلوا على دورات وشهادات من جهات معلومة وغير معلومة وجعلوا منها مصدر دخل لإلهم، فحشدوا حولهم الناس وجمعوا حولهم السذج والمضطرين، وربما منهم أشخاص بيعانوا نفسياً وأوهموهم بمفاتيح السعادة والنجاح، قدموا لهم هاي الحلول على طبق من ذهب، ومنهم اللي بلغوا المجد والشهرة عن طريق مواقع السوشيال ميديا. الغريب إنه أغلبهم ما بيحملوا تراخيص نظامية من الجهات المختصة والحكومية في الدولة اللي بيشتغلوا فيها، وبيقدموا استشاراتهم عبر منصات إلكترونية مجهولة. أما الأغرب والأعجب من كل هاد إنه قيمة تقديم الاستشارات لمدة ساعة واحدة لدى المتخصصين في مجال الطب النفسي الإكلينيكي ومجال الاستشارات والإرشادات السلوكية، واللي تعلموا طبعاً بأفضل الجامعات معهم شهادات من أفخم الجامعات، أقل من الاستشارات اللي بيقدموها مدربين اللايف كوتشنج. الفئات اللي بتقتنع بفكرة الرجوع والاستشارة عند اللايف كوتشر هم الشباب والصبايا، اللي صار كتير منهم بتتصادم رؤاهم مع القيم الدينية والوطنية والأسرية، وبترسخ لمبدأ أنا ومن بعد الطوفان من زمن مش بعيد كتير، من لما كان يصير مشكلة بالعيلة أو بين الإخوان أو الأهل أو حتى الأزواج، كان يحاول كل الأطراف المتعلقة بالمشكلة إنه يحلوها بكتمان بينهم، وأحياناً بيقولوا عدت المشكلة على خير، وإذا الأمور استعصت أكثر ممكن يطلبوا مساعدة من حد قريب منهم، أخ، أخت، أهل، صديق مقرب، وهذا الصديق أو القريب هو اللي كان اللايف كوتشر تبعنا بدون ما نعطيه هذا اللقب طبعاً وبدون أي مقابل مادي، لكن كان عطول بيقدم المشورة والنصيحة وبيقدم الحل اللي فيه مصلحة جميع الأطراف وبينهي أي خلاف وفي ضمان لاستمرار الحياة بدون منغصات، وأكيد ما كان يتقاضى أي أموال مقابل هاي المشورة والنصيحة لأنه هو بالنهاية بده مصلحتهم. ما بننكر إنه منهم من اللايف كوتشر من هو متميز في هذا المجال ونفع الله فيه الكثير من الناس، لكن لازم يكون الأمر وفق الأنظمة وبشكل واضح ودقيق، ومش لكل من هب ودب على هاي الوظيفة، لأنه الأمر استفحل وباد ضرره على الكثير منا. وبدون تحديد أسماء، منهم اللي بيشير لتمجيد الذات ونبذ كل القيم والأعراف الدينية والعائلية والمجتمعية، لهيك لا تكونوا من ضحاياهم وتفجعوا
فيكم أهاليكم ومحبيكم، والتواصل مع المتخصصين المعتمدين المعروفين باتزانهم وتجاربهم هو اللي رح يوصل المعلومة، وهو اللي رح يشير عليكم بالحل الأفضل. وأنا دائماً بقول إنه هناك دائماً مختصين وأطباء نفسيين بيقدمونا النصيحة والمشورة وفق المنهج العلمي والنفسي اللي درسوه بجامعاتهم، ووفق ما يملي عليهم ضميرهم المهني، لحتى دائماً يرفعوا جودة الحياة اللي كل واحد فينا بيطمح لها، المشاكل الزوجية أو العائلية أو حتى المشاكل اللي بتكون بيننا وبين أبنائنا، إحنا أدرى وأعلم فيها وأعلم بهاي الظروف. لذلك وعلى ما أعتقد إنه إحنا الأقدر على إيجاد حلول لهاي المشاكل، إحنا بنعرف ظروفنا وبنعرف نفسياتنا ونفسيات كل الأشخاص اللي عايشين معانا، لهيك إحنا الأقدر دائماً على حل مشاكلنا. ونستعصى الأمر زي ما حكيت، دائماً هناك أطباء على علم ودراية وعلى قدر من المسؤولية والمعرفة لحتى يقدمونا النصيحة والمشورة اللي ممكن إحنا تكون غافلة عنها أو نكون عاجزين على رؤيتها. لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل اللي موجودة كل لينكاته في أسفل الشاشة. سلامات.